في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني أن هناك تنوعا في الحضور المشارك بجلسات الحوار الوطني. وأوضح السجيني أنه لا يوجد سقف للحوار والطروحات داخل الحوار الوطني. الحقيقة هذه جلسة حوارية ثرية، بنحيي المنسق العام لهذا الحوار والأمانة الفنية. كان في تنوع كبير جدا في الحضور، جميع الأحزاب ممثلة، جميع القوى السياسية ممثلة، لم يكن هناك سقف محدد في إبداء الأفكار. مثل هذه الجلسات الحوارية قولا واحدا تؤتي بثمار طيبة.